السلام عليكم أعزائي المشاهدين. قبل ما أتكلم على منتخب مصر أنا عايز أقول بكل صراحة، منتخب مصر ماشي في سكة، والإعلام والجمهور والمنتقدين والنقد البناء حتى والنقد الغير بناء ماشي في سكة تانية. طب محدش بيتفرج ليه؟ محدش بيتعلم الدرس ليه؟ أنا مش عايز أرمي اللوم كله على المدير الفني إيهاب جلال، وجوده غير مناسب على الإطلاق مع منتخب مصر، ولكن المدرب ده مظلوم لأنه ساب نادي كان بيدربه في حاله، ما فيش حد بيسمع حاجة عنه، بياخد مليون ومتين ألف جنيه في الشهر، ربنا يبارك له، ما حدش بيقول حاجة، وكان بيدرب وماشي الدنيا معاه حلو قوي. جاله منتخب مصر وأقنعوه بتدريب منتخب مصر، وانت اللي جيد وانت المدرب الوطني، فشرف لأي حد ان يدرب منتخب مصر، فكان طبيعي انه يوافق ويقول ماشي. وكمان خفض مرتبه ل 750 ألف جنيه، يعني حوالي 450 ألف جنيه فرق خفضه، وقبل ان هو يدرب منتخب مصر، ولكن المنظومة كاملة ماشية في سكة، والمنتخب والأداء في سكة تانية. أنا شايف إن مفيش أي حد بيقعد يفكر إزاي يحل مشاكل منتخب مصر ويتم إعادة منتخب مصر لجمهوره كما كان. منتخب مصر أصبح لينا كان شرف كبير جدا إن إحنا بنأيد منتخب مصر وبنقف وراه وبنشجعه، سواء في أفريقيا سواء لما لعب في كأس عالم للقارات، فاز على إيطاليا، لعب مباراة جيدة جدا مع البرازيل، حتى مباراته مع امريكا اللي اتغلب فيها فرق هدفين 2-0 لعب مباراه حلوه جدا. فين منتخب مصر؟ العب واتغلب، العب واتغلب. لكن كوريا الجنوبيه ما نعرفش فيها غير سون بس، بيلعب في الدوري الانجليزي في توتنهام، كان موجود النهارده، ولكن مع منتخب مصر المفروض ما يكونش له تاثير على الاطلاق، لاني منظومه سون مع كوريا الجنوبيه غير منظومته تماما في الدوري الانجليزي، مش دي النسخه بتاعه الدوري الانجليزي. فانا شايف ان كوريا بمستواها البسيط المعتدل المتوسط الاداء، بالرغم ان هم قدموا كره النهارده حلوه جدا، اصبحنا بقينا نتفرج على المباراه بنتشغل بالخصم، وبقى ان نتمتع بالكره بتاعه الخصم اكتر من منتخبنا، ما بقاش حتى في روح ولا في نزعه، اضحوكه وضحك على الفاضي والمليان، وبدانا احنا نسمع الضحك قبل اللقاء وفي الاقالات وفي التعيينات وفي المدرب اللي هيتم اختياره، وفي مدربين مش هيتم اختيارهم على الاطلاق حتى لو اتعمل منهم تبسال. انا معرفش الدنيا رايحه فين ومين مصلحته في حاجه زي كده. منتخب مصر ده الحاجه الوحيده اللي كانت بتصبرنا في الكوره، لو انت واحد من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك او اي جمهور في مصر، بنيجي نتجمع كلنا تحت تيشيرت واحد وتحت منتخب واحد والمنتخب الوطني، نبتدي بقى نقعد احنا بقى جماهير اهلي مع جمهور زمالك، ونقعد نتفرج على مباراة وكل واحد بيقول رأيه وكل واحد بيقول توقعاته على المباراة، ولكن كان دايما منتخب مصر بيقدم الجديد لنا وبيخلينا نشوف الكرة من منظور آخر، ولعب بقى وروح وانتماءات والوطنية وعزف السلام الوطني. أنا شايف إن اللعيبة بقى تعزف السلام الوطني وهم واقفين، محدش في باله أي حاجة خالص، إن المنتخب ده أنا جاي كده بلعب مباراة ودية النهاردة، فمش مشكلة المدرب هيستقر ولا هيتم اقالته، هيبقى موجود معانا الماتش الجاي ولا لا. اللعيبه بتتابع طبعا على السوشيال ميديا كل حاجه، فده طبعا حاجه مش كويسه جدا في حق وفي منظومه منتخب مصر. لابد من الاقاله الفوريه لكل من هم مقصرون في حق منتخب مصر وفي وطنيه هذا المنتخب، لان المنتخب ده رداء وتيشيرته وطني بمعنى الكلمه. يعني انا لو اي حته في العالم بتفرج على اي منتخب بشجعه او بنتمي لاي جنسيه اخرى، انا لما يجي يلعب منتخب بلدي الاصل موطني بلد الاباء والاجداد، لازم ان انا انحني راسا الى هذا المنتخب والى هذه البلد، بغض النظر انا بتكلم على بحصر الموضوع في كره القدم، في تشجيع كره القدم له بصم عليك، له فضل عليك انك انت تشجع المنتخب ده وتقف وقفه معتدلة متزنة أمام السلام الوطني المصري. وده كرة القدم. أنا مش عارف والله العظيم، واحد زعلان جدا إن أنا وبتفرج على الماتش مستمتع بلقاء كوريا أكتر من منتخب مصر وهو بيلعب، وكرة كوريا أفضل بكتير. نتكلم بقى على الحتة الفنية في المباراة. أنا شايف إن الأهداف كلها وخطة كوريا كانت هي العرضيات، سجلوا 3 أهداف في الرأس باستثناء هدف كده جاي باي لايف، بس تسجل اروع الاهداف بتاعتهم النهارده.
يعني التغيير اتجاه مع R2 في الزاوية البعيدة، ولا محمد الشناوي ولا أحمد الشناوي ولا مين يقدر يجيب الكرة ديت حتى لو عشر حراس مرمى، فالحارس بتاعنا النهاردة لا يسأل. والغريب في الموضوع ان الأهداف اللي اتسجلت بالرأس بالرغم من اللعيبة كلهم قصيرين عندنا حتى هنا في مصر، بيقولك انت لعيب جدا جسمك حلو انزل دفاع، انت لعيب قصير وسريع خليك جناح او باك، انت لعيب بدنيا وصحيا حلو خليك نص ملعب. عايزين نتعلم حاجة ان الكرة اتغيرت، تشوف 11 لاعب من مستوى جسم واحد مستوى رفع واحد شبه بعض كلهم، تفرج على لعبهم في خط الدفاع وفي الظاهرين وفي خط الوسط وفي الهجوم، هتلاقي كرة القدم اصبحت مش بالجسد، اصبحت بالعقل بالفكر بالعلم. التدريب في مصر كل المدربين المصريين اللي موجودين النهاردة بيدربوا تدريب بالخبرة باللعب بالمشاهدة، محدش بيبني تدريبه او وحدته التدريبية على علم زي ما بيحصل مرة، حتى ما بوش يدخلوا العلم المتطور ويكتشفوا جديد، او ممكن كلهم بصمة جديدة في العلم، تلاقي البصمة كلها في اللعب، يا تكسب يا ما تكسبش انت وظروف الفرقة اللي انت بتلعب، لكن تدريب بعلم مفيش. عشان كده تلاقي دايما الاهلي والزمالك بيسعوا دايما الى مدرب اجنبي، كذلك المنتخب عايز يجيب مدرب اجنبي. ليه؟ لان المدربين الاجانب حتى لو خبراتهم قليلة ومهاراتهم مش حلوة قوي في التدريب، بس بالعلم بيتم توظيف الموضوع بشكل يليق بكرة القدم الحديثة بالموجود النهاردة، فده بيساعدهم ان الخبرة لوحدها مش كفاية والعلم الواحد مش كفاية، لازم المزج والخلط ما بين العلم والخبرة في كرة القدم. فده برضو انا عايز اقول الرخص اللي بتطلع للمدربين والتصريح اللي بتطلع ده بتطلع ازاي، هل تم وضع المدربين تحت منظومة عمل علمي وورش عمل علمية بتبني وحدات تدريبية، وازاي تطبق ده في ارض الملعب، وازاي تبقى مدرب كبير جدا وتاخد المعلومة ولسه عندك امل ان انت تاخد المعلومة وعندك رغبة ان انت تتعلم الجديد في كرة القدم، ولا باخد الرخصة وخلاص وانزل اشتغل باسمي وخبرتي في الملاعب. فالخبرة لوحدها مش كفاية، اعتقد ان في لاعب اصبح مدرب ناجح وفي لاعب اصبح مدرب فاشل، لان اللاعب اللي استدام واستمد بالعلم في منظومة التدريب ده بينجح. زين الدين زيدان حضر الدورات التدريبية للمدربين وخد كورسات عالية جدا وما غابش غير نص ساعة، عشان كده كان له بصمة كبيرة جدا في التدريب ومزج ما بين خبرته كلاعب وما بين مدرب بيدرب لعيبة وبيبني خطط وبيبني فريق عن علم. لازم ينجح ليه؟ لان العلم سيد كل شيء من بعد التجارب، يعني انت بتجرب تاخد خبرة بس بدون علم انت مفيش. المشكلة الحقيقية في المنظومة المصرية في كرة القدم ان مفيش علم في الوحدات التدريبية، كذلك اللعيبة ما بتتلقاش المعلومة وبتتلقاش التدريب بشكل علمي وبشكل صحي، عشان كده في خلل وكل لاعب بيلعب بفلوسه بامكانياته بخبرته بصحته بمعنى اصح. فكانت النتيجة اللي احنا بنشوفه النهاردة وبنشوف ان المنتخب ضايع ولابد من اعادة النظر في هذا الوضع مرة اخرى وتشكيل بنية تحتية جديدة للمنتخب الوطني عشان تبقى بصمة حلوة للكرة المصرية وتنعكس على الاندية اللي بتلعب في الدوري، ويكون الوضع الكروي في مصر جيد وبلاش مهاترات.